اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى، ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنواره الذاتية، وصبا كل صب لهبوب نسيم صبا، وكسيت الأرض بعد طول جدبها من النبات حللا سودسية، وأينعت الثمار وأدنى الشجر للجاني جنا، ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإضلال زمنه وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير وفي حلى حسنه تام، وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبا. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية،
توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله. وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه. ولما تم من حمله على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صدا حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم وسلم نورا يتلألأ سناه.